أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في البورصة العقارية، نستهلها بالأخبار. سجل برنامج إيجار 1,300,000 عقد إيجاري في شبكته الإلكترونية خلال العام الماضي 2021، محققا زيادة قياسية بنسبة 26% في العقود السكنية والتجارية المسجلة خلال العام 2020. وأوضح إيجار أن إجمالي أعداد العقود السكنية الموثقة خلال العام 2021 بلغ أكثر من 1,000,000 عقد سكني، فيما سجلت العقود التجارية نحو 261,000 عقد تجاري ضمن الشبكة، وتجاوزت المعدلات اليومية للعقود الإيجارية الموثقة في شبكة إيجار 3,500 عقد. الحنين للماضي والمساكن القديمة حب وشغف، والكثير من الناس يستهويه العيش فيها لتصبح خيار مناسب لاستعادة الماضي الجميل بكل ما فيه. لطالما كان التمدد العمراني والحضاري رمزا من رموز التقدم والرقي في المدن الكبيرة بالمملكة، ولكن وعندما تكون الأساسات مدينة فلا غنى عنها كوجهات سياحية وحضارية وعمرانية مختلفة. صارت المحافظات القريبة من المدن الكبيرة صارت تنافس المدن الكبيرة على الخدمات اللي فيها، فأصبحت الناس تريد أن تبتعد عن الاكتظاظ السكاني، وأصبح المواطن أو الشخص بشكل عام يتوجه للمحافظة كبيئة سكن ملائمة ويحافظ على بيئة عمله في المدينة موجود الحكومة وموجود العمل في القطاع الخاص بشكل أكبر، وهذا أصلا امتداد تاريخي. فالتراث يعتبر الجزء الأهم من معطيات التقدم العمراني والحضاري على مستوى العالم، ولا سيما أن تكون تلك المعطيات تتحدث عن الماضي العريق والحاضر المشرق للمملكة. القرارات المتواترة تتحدث عن التطوير المستمر للواقع المختلفة في المملكة، حتى وأصبحنا نرى اليوم الكثير من القرى والهجر تنعم بكافة الخدمات التي ينعم بها المواطن والمقيم بالمدن الكبيرة، والتي جعلت منها خيارا مناسبا للعودة لها. وأما ما تحمله الأحياء القديمة لنا في المدن من معاني مختلفة فحدث ولا حرج، وخاصة وأن خيار الخروج منها كان للبعض أمرا أشبه بالمستحيل، ولكن البعض اليوم قد يرى أن قرار العودة للأحياء القديمة خيارا مناسبا في ظل الخدمات المتكاملة والذكريات الجميلة التي تحملها بين جنباتها. للقناة الإخبارية سعد المالكي، الرياض. من خلال المؤشر العقاري لوزارة العدل ننقل لكم الحركة العقارية لمدينة الرياض خلال أسبوع، حيث سجلت 1,933 صفقة عقارية بمجموع قيمة تجاوزت 2,543,000 ريال، فيما بلغت المساحة المتداولة 1,340,456 متر مربع. نهاية حلقتنا اليوم، في أمان الله.